بسم الله الرحمن الرحيم. حصة الرياضيات طلبة الصف الخامس، اليوم إن شاء الله هي خامس عن حل في كتاب التمارين صفحة 11. السؤال الأول: جد ناتج الجمع أو الطرح في كل مما يأتي. طبعا إحنا لما كنا نجمع أو نطرح يا خامس كنا نأكد على ضرورة إنه يكون جمعي أو طرحي باستخدام الطريقة الرأسية، يعني أرتب المنازل تحت بعض بعدين أقوم بعملية الجمع والطرح. نبدأ في المسألة رقم 1، عندي العدد الكسري 8 و351 من 1000 زائد 3 و571 من 1000. الآن راح نكتبهم بطريقة رأسية. رقم 1 راح نكتبه هون، هاي 8 عدد صحيح، نحط الفاصلة 351 زائد طبعا من 1000، 3 صحيح فاصلة 571 من 1000، بدي أجمعهم. الآن نحكي 1 + 1 = 2، 5 + 7 = 12، 2 + 1 باليد، 1 + 3 = 4، 4 + 5 = 9، في عندي الفاصلة بتنزل، 8 + 3 = 11، فيصبح الناتج 11 و 922 من 1000. رقم 2 طبعا راح نكتبها هون، 7 صحيح و10 من 1000، 7 صحيح و10 من 1000 ناقص 6 و856، 8 5 6، إذن 6 صحيح و856 من 1000. نبدأ بعملية الطرح من اليمين إلى اليسار، 0 - 6، 0 - 6 لا يجوز، نستلف من الواحد، الواحد بصير 0 والصفر بصير 10، 10 - 6 = 4، 0 - 5 لا يجوز، هلا ما بقدر استلف من الصفر، فبيجي هذا الصفر بيستلف من 7 بتصير 6، وهذا الصفر بصير 10. الآن رح نستلف من هذا العشرة بتصير 10 9، والصفر بصير 10، 10 - 5 = 5، 9 - 8 = 1، بننزل فاصل عشرية، 6 - 6 = 0، فيصبح الناتج 154 من 1000. رقم 3، عندي 4 صحيح و542 من 1000، وعندي الكسر الثاني أو العد الكسر الثاني 2 و674 من 1000، بدي أطرحهم. نبدأ من اليمين إلى اليسار، 2 - 4 لا يجوز، 4 بتصير 3 و2 بتصير 12، 12 - 4 = 8، 3 - 7 لا يجوز، بنستلف من 5، 5 بتصير 4 و3 بتصير 13، 13 - 7 = 6، 4 - 6 لا يجوز، 4 بتصير 3 و4 بتصير 14، 14 - 6 = 8، الفاصلة العشرية بتنزل، و3 - 2 = 1، فيصبح الناتج 1 صحيح و868 من 1000. المسألة رقم 4، 8 صحيح و406 من 1000 زائد 6 صحيح و545 من 1000، نجمع من اليمين إلى اليسار، 6 + 5 = 11، 1 و1 باليد، 1 + 4 = 5، 4 + 5 = 9، مننزل فاصل عشرية، 8 + 6 = 14، يصبح الناتج 14 و951 من 1000. المسألة رقم 6، عملية طرح، 2 - 6 لا يجوز، بنستلف من 9، 9 بتصير 8، و2 بتصير 12، 12 - 6 = 6، 8 - 8 = 0، 0 - 8 لا يجوز، بنستلف من 8، هاي بتصير 7 والصفر بصير 10، 10 - 8 = 2، بننزل فاصل عشرية، 7 - 7 = 0، و9 - 2 = 7، فيصبح الناتج 70 و206 من 1000. رقم 6، بدنا نجمع، 7 + 5 = 12، 2 و1 باليد، 1 + 9
عشرة، عشرة زائد اثنين 12، 2 و1 باليد، 1 زائد 9 10، 10 زائد 5 15، 5 و1 باليد. في عندي فاصلة بنزلها، 1 زائد 1 2، 2 زائد 4 6، 9 زائد 2 11، فيصبح الناتج 116 و522 من 1000. السؤال رقم 7 و8، الرقم المفقود، أضع الرقم المناسب في المربع ليكون الناتج صحيحا، ليكون الناتج صحيحا. الآن بدي أطرح مين الرقم اللي بطرحهم اثنين بيساوي صفر. أنا حكيت لكم يا خامس لما يكونوا العددين متتاليين هيك في أثناء عملية الطرح لأنهم قريبين من بعض بصيروا جمع، صفر زائد اثنين اثنين، إذن الرقم اللي أحطه في المربع اثنين. ثمانية ناقص اثنين، طبعا هاي نتأكد، اثنين ناقص اثنين صفر، ثمانية ناقص اثنين ستة. الآن كم بدي أطرح من الثمانية لتصير ثلاثة؟ بدي أطرح منها خمسة، لأنه منعرف إنه ثمانية ناقص خمسة يساوي ثلاثة. نزلنا الفاصلة العشرية، ستة ناقص واحد خمسة. الآن مين الرقم اللي بدي أطرح منه اثنين يساوي ثلاثة؟ هدول الرقمين قريبين من بعض بصيروا زائد، ثلاثة زائد اثنين يساوي خمسة. نتأكد، خمسة ناقص اثنين كم يساوي؟ ثلاثة. المسألة رقم ثمانية، سبعة زائد اثنين تسعة، ثمانية كم بدي أزيد لها لتصير تسعة؟ واحد، ثمانية زائد واحد تسعة. الآن في رقم بزيده للاثنين بعطيني واحد؟ مستحيل، لأنه إحنا يا خامس لما نجمع الأرقام بتزيد ما بتقل، إذن هذا أكيد مش واحد، هذا الرقم كان 11، واحد وواحد باليد. مين الرقم بزيده للاثنين؟ كم بدي أزيد للاثنين تتصير 11؟ تسعة، لأنه تسعة زائد اثنين 11، واحد وواحد باليد. الآن واحد زائد تسعة عشرة، لعشرة كم بدي أزيدها لتصير خمسة؟ مستحيل يكون هذا رقم خمسة، لأنه أنا حكيت لكم بالجمع الرقم بيزيد ما بقل، فأكيد هذا الرقم 15. إذا تسعة زائد واحد عشرة، العشرة كم بدي أزيدها لتصير 15؟ بدي أزيد لها خمسة، عشرة زائد خمسة 15، خمسة وواحد باليد. واحد زائد واحد اثنين، كم بدي أزيد اثنين تصير ثلاث؟ واحد. فهيك بنكون أوجدنا الرقم المناسب في المربع. الآن بحكي لك يبلغ ارتفاع هرم خفرع 143.5 متر، ويبلغ ارتفاع هرم منقرع 65.5 متر. اكتب جملة الطرح وحلها لإيجاد الفرق بين ارتفاعي الهرمين. بدي الفرق، يعني بدي أطرح ارتفاع هرم خفرع من ارتفاع هرم منقرع. نكتب واحد صحيح من هي 143.5 ناقص طبعا 65، فالخمسة بتيجي تحت الثلاثة لأنه الأحاد تحت الأحاد، والستة بتيجي تحت الأربعة لأنه العشرات تحت العشرات، ونحط الفاصلة تحت الفاصلة وخمسة. بدي أطرح خمسة ناقص خمسة صفر، الفاصلة بتنزل، ثلاث ناقص خمسة لا يجوز، الأربعة هاي بتصير ثلاث، والثلاثة بتصير 13، 13 ناقص 5 8، 3 ناقص 6 لا يجوز، الصفر بصير الواحد بصير صفر، والثلاثة 13، 13 ناقص 6 يساوي 7، لأنه 7 زائد 6 يساوي 13، فيصير الفرق بين الارتفاعين 78 مترا. سؤال رقم 10 و11، في عندي دائرة، من خلال هذه الدائرة بدي أوجد عملية الطرح، بدنا نوجد عملية الطرح. الآن لاحظ هنا عدد صحيح، أنا ما راح أخذها كلها، راح ناخذ مثال عليها. مثلا بدي أطرح اثنين من هذا من 55%، طبعا الاثنين عدد صحيح، هاي العدد صحيح هون، طبعا العدد صحيح ما عنده فاصلة، فأنا بحط له فاصلة وبضيف له هون أصفار قد ما بدي، تمام. الآن بدي أطرحه من 0.55، هاي مكانها فاضي بنحط هون صفر. هلا بطرح، بس الفكرة هون بدك تعرف يا خامس انه العدد الصحيح ما بكون عنده فاصلة، انا بحط له فاصلة على جهة اليمين وبحط اصفار قد ما بدي، لانه احنا بنعرف انه هاي الاصفار لا تؤثر على قيمة الرقم، ليس لها قيمة. الان صفر ناقص خمسة لا يجوز، وصعب اني استلف من الصفر، فبستلف من الواحد، من الاثنين، الاثنين بتصير واحد، هذا الصفر بصير عشرة، راح استلف من العشرة، العشرة بصير تسعة، والصفر هذا بصير عشرة. 10 ناقص 5 5، 9 ناقص 5 4، بننزل فاصلة عشرية، 1 ناقص 0 1،
إذا طلع مع الجواب هون 1.45%. طبعا في حصة الزوم إن شاء الله تعالى بنكملها، بس هي بنفس الطريقة وبنفس الفكرة، الفكرة مش جديدة. نرجع نكرر هذا الرقم، بدي أطرح العدد 3 من هذه الأرقام، تمام؟ حكينا 3 عدد صحيح، مدام عدد صحيح ما أنتوش فاصلة عشرية أنا بضيف له الفاصلة العشرية، وهون بقدر أضيف أصفار قد ما بدي. ناخذ مثلا 2.5، هاي العدد الصحيح 2، هاي الفاصلة العشرية، وهون في عندي 5، بنحط مثلا بالمكان الفاضي هذا 0. 0 ناقص 5 لا يجوز، هاي الاثنين بنحطها هون، بنصرف من الثلاثة، الثلاثة بتصير 2 والصفر بصير 10. 10 ناقص 5 5، بنزل فاصلة عشرية، 2 ناقص 2 0، فيصبح الناتج 0.5. السؤال الأخير، أي نواتج الجمع الآتية لا تساوي 15.2؟ طبعا عشان أحلها لازم أجمعهم، تمام؟ طبعا ضروري إنه عشان أجمعهم إني أرتبهم تحت بعضهم البعض. فنيجي للمسألة الأولى، المسألة الأولى راح نحلها هون في هذا المكان، هذه هي المسألة الأولى، 12.96 زائد طبعا الفاصلة تحت الفاصلة، الاثنين في منزلة الأحاد تحت منزلة الأحاد، وبنحط هون 0 وهون 6، 2.6%. هذا المكان الفاضي بنحط مكانه 0، وانتبه الاثنان هون في منزلة الأحاد فحطيته تحت منزلة الأحاد، 6 زائد 6 12، 2 و1 باليد، 1 زائد 9 10، 0 و1 باليد. عندي الفاصلة بتنزل، 2 زائد 2 4 1 5، و1 زائد 0 1، يطلع الناتج 15.2%، نفس الموجود عندي هون. نيجي للثاني، 12.4، بدي أزيدها لاثنان، الاثنان في منزلة الأحاد فبنحطها تحت الاثنان، والفاصلة تحت الفاصلة، 6 في منزلة العشرات، والاثنان في منزلة الجزء من 100، 6 في منزلة الجزء من 10، والاثنان في منزلة الجزء من 100. هذا المكان وهذا المكان فاضيات، بنحط مكانهم أصفار. الآن نجمع 0 زائد 2 2، 4 زائد 6 10، 0 و1 باليد. الفاصلة العشرية بتنزل، 2 زائد 2 4 1 5، 1 زائد 0 1، فبصير 15.2%. لاحظ نفس النتيجة. نيجي للمسألتين اللي هون، عندي 0.56%. الآن عندي هون 14، الأربعة بتيجي تحت الصفر، وهنا بيجي الواحد في منزلة الجزء من 10، في منزلة العشرات عفوا، الفاصلة تحت الفاصلة، الآن عندي 6 في منزلة الجزء من 10، والأربعة في منزلة الجزء من 100. الآن نجمعهم، 6 زائد 4 10، 0 و1 باليد، 1 زائد 5 6 زائد 6 12، 2 و1 باليد. بننزل الفاصلة العشرية، 4 زائد 1 5 1، بنزل لأنه هون في عندي 0، 0 زائد 1 بطلع 1. الآن لاحظ الجواب اللي طلع معي 15.20%، بينما هون 2%، إذن هذا لا يساوي القيمة المطلوبة. نشوف آخر واحدة هل تساوي أو لا، عندي 1.22%، وعندي 1.8%، وعندنا عدد 12. العدد 12 لاحظ عدد صحيح، فنحطه في خانة العدد صحيح، ما عنده فاصلة، إحنا منضيف له فاصلة ومنضيف أصفار في الأماكن الفارغة. الآن بدي أجمعهم، نلاحظ في أثناء عملية الجمع التالي، بدنا نجمعهم، 2 زائد 0 زائد 0 يساوي 2، هذا هو الرقم 2، 2 زائد 8 10، 0 و1 باليد، 1 زائد 1 2 زائد 1 3 زائد 2 5، والفاصلة العشرية تنزل، 0 زائد 0 0 1 منزل. لاحظ 15.2% نفس القيمة المطلوبة، إذا القيمة المختلفة هي رقم 2. هيك بنكون حلينا كتاب التمارين صفحة 11. يعطيكم العافية.